A 7.27 kilogram shot makes 7 complete revolutions during its 2.5 second flight. If its radius of gyration is 2.54 centimeter, what is its angular momentum? مديني كل حاجة تعود مباشر. الانجولار مومنتم اللي هو ال H بيساوي ال I في الأوميجا، وال I بتساوي الماس في الراديوس اوف جايريشن تربيع في الأوميجا. نقدر نعوض الماس ب 7.27، ال K 0.0254 سكوير قسمت على 100. هنا 7 في 2 باي، كل 1 ريفوليوشن ب 2 باي على 2.5 سكندز يساوي بس ضرب 27.0254 سكوير ضرب 14 باي 2 في 7 على 2.5. الناتج 0.0825، والوحدة كيلو جرام اللي هو الماس متر سكوير، وهنا راد ما بتتكتبش على سكند.